الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البدور ومن سار في طريق الحبور والسرور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة بلوغ المنى في تدبر أسماء الله الحسنى. ما أجمل أن يعيش المرء مع صفات خالقه وأسمائه الحسنى، فهي من أجل العلوم ومن أجل المعارف. في هذه الليلة أحبتي الأكارم، سوف نعيش مع اسم الله الوهاب. هذا الاسم من أسماء الله عز وجل الحسنى، قد تكرر في كتاب الله عز وجل في ثلاثة مواضع. في موضع قرن بالعزيز، العزيز الوهاب، وفي موضعين آخرين إنك أنت الوهاب مفردا. وهذا الاسم اسم الله عز وجل الوهاب، الوهاب من وهب يهب بمعنى العطاء، وهنا الوهاب من صيغ المبالغة في لغة العرب، يقولون وهاب ووهوب ووهابة، أي كثير العطاء. والوهاب في أسماء الله عز وجل يقصد به أمرين: الأمر الأول صاحب المواهب الكثيرة، فعطايا الله عز وجل وهباته للمخلوقين كثيرة جدا. الأمر الثاني مواهب الله عز وجل المتوالية، مواهب الله عز وجل المتوالية أي المستمرة. ولذلك يقول ابن القيم في نونيته: ومن أسمائه كذلك الوهاب، فانظر إلى مواهبه مدى الأزمان. يعني مواهب الله عز وجل مستمرة متوالية على الناس. الوهاب في أسماء الله عز وجل أيها الأحبة لا يقارن بحال من الأحوال بهبات المخلوقين وهبات البشر. ممكن الإنسان يهب ويعطي، ولكن الله عز وجل يهب متى شاء وكيف شاء ومن شاء وما شاء. فهبات الله عز وجل مطلقة عامة، هبات المخلوقين قاصرة، وهبات الله عز وجل عظيمة. هل يستطيع المخلوق أن يشفي المريض؟ هل يستطيع المخلوق أن يرفع البلاء؟ هل يستطيع المخلوق أن يعطي العقيم؟ كلا، كل ذلك لله سبحانه وتعالى جل في علاه. فعطايا الله عز وجل وهبات الله عز وجل عظيمة لا تقارن. ثم عطاء الله سبحانه وتعالى لحكمة، البشر يعطون، المخلوقون يعطون، لكن عطاياهم وهباتهم ربما تتجرد من الحكم. الله سبحانه وتعالى يعرف أن هذا فتح باب الخير له والرزق سيصلحه، وفلان لو فتح لهذا الباب سيفسد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله سبحانه وتعالى يقسم المعايش بين العباد، ويعطي كل شخص حسب علمه بهؤلاء بما يصلحهم وما يفسدهم. فهبات الله عز وجل لحكمة، وكذلك الله سبحانه وتعالى هباته من غير مقابل. الله يعطي محض تفضل من الله سبحانه وتعالى. البشر قد يعطون لأجل مال، لأجل نوال، لأجل ثناء، لأجل مصلحة دنيوية، يخالط أعطياتهم ومواهبهم أمور كثيرة جدا، لكن هبات الله عز وجل هبات عظيمة مطلقة، ما ينتظر الله عز وجل مقابل من عباده، كلا، فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. فإذا الواهب على وجه الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا اسم الله عز وجل وهاب، وأن الله هو الذي يهب على وجه الحقيقة، هذا يجعلنا أولا
نشكر الله سبحانه وتعالى، فنعم الله عز وجل ومواهب الله عز وجل الكثيرة تستدعي منا شكر نعم الله عز وجل. نعم الله عز وجل تترى علينا، بل كما قال بعض العلماء الشكر يحتاج إلى شكر. نعم الله عز وجل في حياتنا متوالية، تحتاج أن يكثر الإنسان شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر عنوان المزيد. إذا علمنا أن الواهب الحقيقي هو الله عز وجل، هذا يوطننا على عبادة جميلة وهي عبادة الرضا. إذا كان الله عز وجل هو الذي يعطي الذرية، إذا كان الله عز وجل هو الذي يعطي المال، إذا كان الله عز وجل هو الذي يعطي الملك، هو الذي يعطي الرفعة والمنصب، إذن نرضى بأقدار الله عز وجل، نسلم بما يعطينا الله عز وجل، ونعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا الخير، أن الله سبحانه وتعالى يختار لنا الخير. وأيضا اسم الله عز وجل الوهاب وشكر نعم الله عز وجل يدعونا إلى أمر آخر، وهو أن نجاهد الشيطان. يقول العلماء إن الشيطان يأتي للإنسان في جانب المواهب فيحاول من جهتين. الجهة الأولى يحاول أن يذكره بالابتلاءات أكثر حتى ينسى المواهب، والجهة الثانية يأتيه في هذه المواهب ويظهر له جوانب القصور فيها حتى يبعد العبد ويصرف العبد عن شكر نعم الله عز وجل وعن شكر مواهب الله عز وجل. فالإنسان يجاهد الشيطان في هذا الباب، في باب مواهب الله عز وجل. وأيضا حينما نعرف هذا الأمر يجعلنا نستخدم اسم الله عز وجل الوهاب في الدعاء، ونطلب من الله عز وجل أن يهبنا خيري الدنيا والآخرة، ونختم بهذا الاسم الذي يتضمن هذا المعنى وهذا الأثر. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يهبك ما تشاء، فتدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يعطيك الخير، بأن يعطيك الله عز وجل المواهب، لأنها من الله سبحانه وتعالى. ثم عباد الله، النبوة والكتاب التي كانت للأنبياء هي موهبة من الله سبحانه وتعالى، موهبة عظيمة من الله عز وجل. موسى يقول وجعلني من المرسلين، وجعل في ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، هذا من الله عز وجل، اصطفاء من الله عز وجل، هبة من الله عز وجل ما يملكها البشر. ولذلك كان بعض الكفار يستنكر على بعض الأنبياء، قوم صالح قالوا ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، قالوا كيف اختير من بيننا للنبوة، ما علموا أنها من الله سبحانه وتعالى، هبة الله سبحانه وتعالى يختار، الله يصطفي، الله يهب من يشاء من الأنبياء. وأيضا إخواني الأكارم، الملك، الملك من الله سبحانه وتعالى، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، الله يؤتي ملكه من يشاء، فالملك من الله سبحانه وتعالى. سليمان تضرع إلى الله وسأل الله أن يعطيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فجاءه الملك العظيم، سخر الله عز وجل له الرياح، سخر الله له الحيوانات، سخر الله له الشياطين، فجاءت من الله عز وجل هذا عطاؤنا، استجاب الله سبحانه وتعالى له. فالملك من الله سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان شيء من الدنيا أو شيء من الملك إنما يسأله من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقدر حقيقة الملك لله سبحانه وتعالى، وهذه حقيقة عظيمة جدا ينبغي أن يعرفها الإنسان. فالملك بيد الله سبحانه وتعالى، يزيله عمن يشاء ويعطيه الله سبحانه وتعالى من يشاء، ويوليه الله سبحانه وتعالى من يشاء. فمن أراد ملك الله فليكن على نهج الله عز وجل، فليكن على سنة الله عز وجل، فليكن على توحيد الله عز وجل، حتى يحصل له هذه الأهلية وهذا الملك من الله سبحانه وتعالى. ثم عباد الله، لما نأتي
إلى اسم الوهاب ننظر أن الذرية والزوجات إنما تكون من الله سبحانه وتعالى. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين يسأل الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا التجأ أنبياء الله عز وجل يسألونه الذرية. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق. إبراهيم يشكر الله سبحانه وتعالى على نعمة الذرية في الكبر، ويلجأ أنبياء الله سبحانه وتعالى ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، يسألون الله عز وجل، لأن الذي يملك الذريات ويملك وهب الزوجات هو الله سبحانه وتعالى، فيلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في طلب هذه المعاني. ثم عباد الله، الأعظم كما يقول العلماء من أعظم الهبات أن يهبك الله عز وجل الإيمان، أن يهبك الله عز وجل التقوى، واجعلني المتقين إماما. مع معاني التقوى، معاني الإيمان، هذه من الله سبحانه وتعالى. إن سألت الله عز وجل فاسأله معاني الإيمان، فاسأله معاني الإيمان، فاسأله معاني التقوى، فهو خير ما تكسبه في هذه الدنيا. وأيضا عندما نأتي عند اسم الله عز وجل وهاب، نسأل الله عز وجل أن يهبنا الثبات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقك الثبات. وما ترك من ترك وتزعزع من تزعزع عن طريق الخير والاستقامة إلا لأنه فرط في سؤال الثبات من الله سبحانه وتعالى، كما يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. فالإنسان يدعو الله عز وجل أن يثبته الله عز وجل على طريق الخير، وأن يثبته الله على طريق الاستقامة. فسائر المواهب وسائر الخيرات الدينية والدنيوية إنما تطلب من الوهاب، فالله سبحانه وتعالى هو مالكها، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيها لمن يستحق. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وأن يرزقنا وإياكم الفوز بالجنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.